أحبابي الأعزاء، من قناة أحب الرسول تاج مسموع، أعد اليوم مع حلقة جديدة من حلقات صور من حياة الصحابة، تأليف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. وصاحبنا اليوم هو زيد بن ثابت. فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن عاني بعد زيد بن ثابت حسان بن ثابت. نحن في السنة الثانية للهجرة، ومدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يموج بعضها يومئذ في بعض استعدادا لبدء. والنبي الكريم يلقي النظرات الأخيرة على أول جيش يتحرك تحت قيادته للجهاد في سبيل الله وتثبيت كلمته في الأرض. وهنا أقبل على صفوف غلام صغير لم يتم 13 من عمره، يتوهج ذكاء وفطنة ويتألق نجابة وحمية، وفي يده سيف يساويه طول أو يزيد عنه قليلا. ودنا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: جعلت فداءك يا رسول الله، إذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله تحت رايك. فنظر إليه الرسول الكريم نظرة سرور وإعجاب، وربط على كتفه برفق وود وطيب وطيب خاطره وصرفه لصغر سنه. عاد الغلام الصغير يجر سيفه على الأرض أسوان حزين، لأنه حرم من شرف صحبة رسول الله في أول غزوة يغزوها، وعانت من ورائه أمه النوراء أنوار بنت مالك، وهي لا تقل عنه أسى وحزنا، فقد كانت تتمنى أن تكتحل عيناها برؤية غلامها، ويمضي مع الرجال مجاهدا تحت راية رسول الله، وكانت تأمل في أن يحتل المكانة التي كان من المنتظر أن يحظى بها أبوه لدى رسول، لو أنه ظل على قيد الحياة. لكن الغلام الأنصاري حين وجد أنه قد خفق في أن يحظى بالتقرب إلى رسول الله في هذا المجال لصغر سنه، تفتقت فتنته عن مجال آخر لا علاقة له بالسن، يقربه النبي صلوات الله عليه ويدنيه إليه. ذلك المجال هو مجال العلم والحفظ. ففقر الغلام الفكرة الأمه، فهشت لها وبشت ونشطت لتحقيقها. حدثت النوار رجالا من قومهم برغبة الغلام، وذكرت لهم فكرته، فمضوا بها إلى رسول الله صلوات الله عليه وقال: يا نبي الله، زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبه، وهو فوق ذاك حاذق يجيد القراءة الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك، فاسمع منه إذا شئت. سمع الرسول الكريم من الغلام زيد بن ثابت بعضا مما يحفظ، فإذا هو مشرق الأداء مبين النطق، تتلألأ كلمات القرآن على شفتيه كما تتلألأ الكواكب على صفحة السماء، ثم إن تلاوته تنم على تأثر بما يتلو، وقفاته تدل على وعي بما يقرأ وحسن فهم. فصر به الرسول الكريم إذا وجدوه فوق ما إذ وجده فوق ما وصفوه، وزاده سرورا به إتقانه للكتابة. فالتفت إليه النبي الكريم وقال: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود، فإني لا أمنهم على ما أقول. فقال: لبيك يا رسول الله. وأكب من توبه على العبرية حتى حزقها في وقت يسير، وجعل يكتبها لرسول الله صلوات الله عليه إذا أراد أن يكتب لليهود، ويقرأها له إذا هم كتبوا إليه، ثم تمسر يمينه بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما تعلم العبري. وأصبح الفتى زيد بن ثابت ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استوثق النبي صلوات الله عليه من رسالة زيد وأمانته ودقته وفهمه، ائتمنه على رسالة السماء إلى الأرض، وجعله كاتما لوحي الله. فكان إذا نزل شيء من القرآن على قلبه بعث إليه يدعوه وقال: اكتب يا زيد، فيكتب. فإذا بزيد بن ثابت يتلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا فآنا، فينمو مع آياته، ويأخذ ربا طريا من فمه موصولا بأسباب نزوله، فتشرق نفسه بأنوار هدايته، ويستنير عقله بأسرار شريعته. وإذا بالفتى المحظوظ يتخصص بالقرآن،
ويبدو المرجع الأول فيه لأمة محمد بعد وفاة الرسول صلوات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكان رأس من جمع كتاب الله في عهد الصديق، وطليعة وحضوا مصاحفه في زمن عثمان. فبعد هذه المنزلة منزلة تسمو إليه الهمم، وهل فوق هذا المجد مجد تطمح إليه النفوس؟ قد كان من فضل القرآن أن أنار له صور الصواب في المواقف التي يحار فيها أولو الألباب. في يوم السقيفة اختلف المسلمون في من يخلف رسول الله صلوات الله عليه، فقال المهاجرون: فينا خلافة رسول الله ونحن أولاده. وقال بعض الأنصار: بل تكون الخلافة فينا ونحن أجدر بها وقبها. وقال بعضهم الآخر: بل تكون الخلافة فينا وفيكم معا. وقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يستعمل واحدا منكم على عمل قرى معه واحدا منا، وكانت الفتنة تحدث ونبي الله ما زال مسجى بين ظهرانيهم، وكان لابد من كلمة حاسمة حازمة رشيدة مشرقة بهدى القرآن تعد الفتنة في نهجها وتنير الحائرين الطريق. فانطلقت هذه الكلمة من فم زيد بن ثابت الأنصاري، إذا التفت إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله عليه وسلم كان من المهاجرين فيكون خليفته مهاجرا مثله، وإنا كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أنصار لخليفته بعده وأعوانا له على الحق. ثم بسط يده إلى أبي بكر الصديق وقال: هذا خليفتكم فبايعوا. وقد غنى زيد بن ثابت بفضل القرآن وتفقهه وطول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم منارة المسلمين، يستشيره خلفاؤهم في المعضلات ويستفتيه عامتهم في المشكلات ويرجعون إليه في المواريث خاصة، إذ لم يكن بينك من هو أعلم منه بأحكامها وأحذق منه في قسمتها. فقد خطب عمر رضوان الله عليه في المسلمين يوم الجارية فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي إلي، فإن الله عز وجل جعلني عليه واليا وله قاسما. ولقد عرف طلاب العلم من الصحابة والتابعين لزيد بن ثابت قدره، فأجلوه وعظموه في صدره من العلم، فها هو ذا بحر العلم عبد الله بن عباس. يرى زيد بن ثابت قد هم بركوب دبته، فيقف بين يديه ويمسك له بركابه ويأخذ بزمام دابته، فقال له زيد بن ثابت: دع عنك ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرنا يدك. فأقرن ابن عباس يده له، فمال عليها زيد وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت. ولما لحق زيد بن ثابت بجوار ربه بكى المسلمون بموته الذي غري معه وغري معه. فقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل ابن عباس قلفا منه. ورساه شاعر رسول الله حسان بن ثابت ورفع نفسه معه فقال: فمن بالقوافي بعد حسان وابنه، ومن بالمعاني بعد زيد بن ثابت رضي الله.